أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن اجتماع عمان بخصوص ملف الأسرى بين ممثلي الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي. اتهم رئيس الفريق الحكومي في لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين هادي هيج اتهم ممثلي ميليشيا الحوثي برفض الإفصاح عن أسرى شملهم اتفاق ستوكهولم، وقال هيج إنه في حالة التوصل الاتفاق في هذه الجولة التي تنتهي اليوم الخميس ستكون المرحلة التالية لوجستية تشمل عملية تنفيذ وتطبيق الاتفاق. وأشار هيج إلى أن ممثلي الحوثي يمتنعون عن التصريح حول مصير 4 قادة أسرى شملهم اتفاق الأمم المتحدة. في السياق أكدت مسؤولة الإعلام والاتصال في مكتب جريفيث حنان البدوي أن اجتماعا بين ممثلي الحكومة والحوثيين شهد اتفاقا على بعض النقاط واختلافا على نقاط أخرى. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مستقبل اتفاق ستوكهولم في ظل تعثر الاتفاق حول ملف تبادل الأسرى، وموقف الحكومة الشرعية من استمرار علقلة الميليشيا لاتفاق التبادل. نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش. تعثر في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى رغم مرور 17 يوما على انقضاء المهلة المقررة بموجب الاتفاق للبدء بتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية حتى الخميس 7 فبراير، وهو اليوم الأخير من المحادثات التي كانت قد استؤنفت في العاصمة الأردنية عمان الاثنين الماضي. لم تتضح بعد النتيجة النهائية لهذه الجولة، كما لم يتبين ما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى اتفاق نهائي بشأن قوائم الأسرى المقرر أن يشملهم التبادل. كل شيء يتوقف على نتائج اليوم الأخير من المحادثات وفقاً للجانب الحكومي الذي قال إن ما يجري في عمان يمثل المرحلة قبل النهائية من الإجراءات المتصلة بعملية تبادل الأسرى طبقاً للاتفاق الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ. الهدف الرئيسي هو النتيجة النهائية، هو أن نتفق على قائمة موحدة، هذه النتيجة النهائية. المراحل التي سنمر بها مرحلتين الآن، المرحلة الأولى التي نحن بصددها تبادل الردود، وهذه الردود سندرسها ويعرف كل طرف كم رفع في هذه. ويشدد الجانب الحكومي على أهمية أن يجري التبادل على قاعدة الكل مقابل الكل، وهو أمر يرفضه الحوثيون ويطرحون مقابله صيغة للتبادل الجزئي وبنسبة لا تزيد عن 10% من إجمالي الأسرى والمعتقلين، وحجتهم تتمثل في تباين المطالب داخل معسكر الشرعية على نحو ما جاء على لسان ممثل الحوثيين في محادثات عمان. كان هناك اليوم شبه توافق على أن التنفيذ الكامل أو التبادل الكامل للأسرى يعني موضوعه صعب جدا، وخاصة في هذه المرحلة نظرا لوجود أطراف متعددة على الأرض تابعين للطرف الآخر ليسوا على رأي واحد. وتدور محادثات عمان حول قائمة تضم 15,567 أسيرا ومعتقلا، 7,000 منهم يتبعون ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وهو الرقم الذي جرى تحديده في محادثات ستوكهولم. وضعت الأمم المتحدة كل ثقلها خلف نجاح اتفاق تبادل الأسرى، حيث شارك المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في انطلاق الجولة الحالية من المحادثات حول الأسرى بين الطرفين الحكومي والحوثي. وتنتظر اللجنة الدولية اتفاق الطرفين للشروع في تنفيذ عملية التبادل عبر مطاري صنعاء وسيئون، لكن أكثر التوقعات تفاؤلاً لا تشير إلى إمكانية إنجاز اتفاق خلال هذه الجولة من المحادثات في ظل إصرار الحوثيين على ما يعتبرونه تبادلاً جزئياً للأسرى والمعتقلين. شيئاً فشيئاً يتبين أن الجزء الأسهل في تفاهمات ستوكهولم ممثلاً في اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين تعترضه المزيد من التعقيدات التي ستتحول معها هذه التفاهمات إلى إخفاق يضاف إلى سلسلة الإخفاقات التي يعاني منها مسار الحل السلمي في اليمن. أبدأ النقاش مع ضيفي من عمان في الأردن المحلل السياسي عبد الناصر المودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. أكثر من مرة بينقطع. أستاذ عبد الناصر تسمعني؟ نعم. أستاذ عبد الناصر؟ طيب تمام. أستاذ عبد الناصر؟ أقول لك تابعوني إن أنا لازلت منتصف لأنه أكثر من مرة بينقطع. طيب أنت الآن معنا على الهواء مباشرة في قناة بلقيس برنامج زوايا الحدث، هل تسمع الآن بشكل واضح؟ طيب تمام ماشي. أقول لك تابعوني إن أنا لازلت منتصف لأنه أكثر.
طيب سنحاول التواصل وتكرار الاتصال بالاستاذ عبد الناصر المودع. يبدو ان هناك اشكاليه فنيه في الاتصال مع ضيفنا من الاردن المحلل السياسي عبد الناصر المودع. كنا نتحدث ومخصص في هذه الحلقه للحديث عن الاجتماعات الاخيره التي شهدتها العاصمه الاردنيه عمان حول ملف الاسرى. طيب من العاصمه السعوديه الرياض ينضم الينا الاعلامي محمد المهدي للنقاش في هذه الحلقه. اهلا بك استاذ محمد. مرحبا. نعم بدايه تسمعني استاذ محمد؟ مرحبا. نعم برايك ما اسباب تعنت ميليشيا الحوثي في عن الالتزام باتفاق تبادل الاسرى من وجهه نظرك؟ استاذ محمد. طيب يبدو اننا سنذهب الى فاصل ومن ثم نعود بعد الفاصل ونكون تجاوزنا هذه الاشكاليه في الاتصالات مع ضيوف هذه الحلقه من زوايا الحدث. هذه الحلقه هي مخصصه للحديث عن اللقاءات الاخيره التي شهدتها العاصمه الاردنيه عمان حول ملف تبادل الاسرى. فاصل ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقه. في الحرب تنتهك حقوق الإنسان، ومع مرور الزمن تختفي الأحداث والتفاصيل ويختفي المنتهكون خلف الركام. التوثيق والإعلام حفظ للقضايا من النسيان. لست وحدك، ذاكرة قضايا حقوق الإنسان في اليمن. إذا من جديد أهلا بكم. ينضم إلينا مرة أخرى من الرياض المحلل السياسي محمد المهدي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا ومرحبا بك أخي. كنت سألتك عن أسباب تعنت ميليشيا الحوثي عن الالتزام باتفاق تبادل الأسرى من وجهة نظرك. لم أسمع أخي العزيز. تسمعني الآن؟ أسمعك الآن. سؤالي عن أسباب تعنت ميليشيا الحوثي عن الالتزام باتفاق تبادل الأسرى من وجهة نظرك. طبعا بالتاكيد يعني كعاده ميليشيا الحوثي في اي اتفاقيات حتى على المستوى الاتفاقيات الداخليه مع القوى السياسيه ثم على المستوى الاتفاقيات الدوليه كعاده الميليشيا الحوثيه تتعنت وتتلاعب وتحاول ان تلتف على ما تم الاتفاق عليه وعلى اي خيارات تم الوصول لها. فبالتاكيد ليس الغريب ان تلتزم ميليشيا الحوثي وليس الغريب ان لا تلتزم. التزام ميليشيا الحوثي يعتبر يعني شيء خارق من العادة، لكن الواقعي والمنطقي حاليا هي أن لا تلتزم هذه الميليشيا بأي اتفاقيات وأن لا تذهب لأي يعني تنفيذ لهذه الاتفاقيات على أرض الواقع، وهذا ما يجري حاليا من خلال اتفاقية ستوكهولم والمتعلقة بالحديدة ثم اتفاقية تبادل الأسرى التي يجري المشاورة فيها في الأردن. طيب ما يحدث الآن في الأردن من لقاءات، أهمية هذه اللقاءات وما الذي يمكن أن تثمر عنه برأيك؟ طبعا يعني من وجهة نظر شخصية لست متفائلا بأي مشاورات تجري، خاصة أنه اتجه المجتمع الدولي نحو منحى خطير وهو تجزئة الملف اليمني يعني على قضايا يعني منفصلة، قضية الحديدة وحدها، قضية الأسرة وحدها وغيرها من القضايا، وستجري بنفس المنوال على المستوى يعني على مستوى القضايا القادمة في ظني. أنا أعتقد أن المجتمع الدولي لا زالت مصالحه في بقاء هذه الجماعة الإرهابية، وأنه وجد أنه سيحقق مصالحه خلال هذه الفترة بتواجد هذه الجماعة، وبالتالي فلن تتقدم المشاورات ولم يحصل أي اتفاقيات يعني إلا ما يمكن أن يخدم
مصالح الميليشيا أو مصالح المجتمع الدولي. أنا أعتقد أن موقف الشرعية في هذه المرحلة موقف صعب وتتلقى ضغوطات على المستوى الإقليمي وعلى مستوى المجتمع الدولي لتنفيذ هذه وفرض كثير من الالتفافات التي تلتف على القرارات الدولية ذاتها، تلتف على نصوص القرار الدولي تشهير 2216 وعلى ما تم الاتفاق عليه سابقا من اتفاقيات، وأشهرها الاتفاقية الأخيرة التي تتعلق بمنطقة الحديدة والأسرى. طيب تقييمك بشكل خاص لموقف الحكومة في التعامل مع ملف الأسرى في ظل عدم التجاوب والتعنت من قبل ميليشيا الحوثي، يعني أنت تتحدث عن ضغوط تفرض على الحكومة، ما الذي يمكن أن يفرض أيضا من ضغوط؟ الحقيقة أن الحكومة تعاملت منذ البداية فيما يتعلق باتفاقية الأسرى بمعايير إنسانية يعني، وهذا حقيقة ما بررته الحكومة حينما تم عتاب الحكومة من بعض مناصريها بأنها تنازلت بعض الشيء فيما يتعلق تحديدا باتفاقية الحديدة، فهم يتحدثون عن اعتبارات إنسانية ويقولون نحن مسؤولين عن المواطن اليمني حتى في مناطق الميليشيا الحوثية. أحيانا هذه الاعتبارات الإنسانية أشبه بمبرر، يعني برأيي أنها أشبه بمبرر لجزء من فشل الدبلوماسية اليمنية. أنا أعتقد أن على الحكومة أن تكون أكثر جدية في التعامل مع الميليشيا الحوثية، خاصة أن هناك تجربة أليمة على مستوى الحروب الست السابقة، ثم على مستوى الاتفاقيات الدولية السابقة، ثم على مستوى الاتفاقيات مع القبائل، ثم على مستوى حتى الاتفاقيات التي أبرمتها الأطراف السياسية مع الحوثيين وقد فرضها الحوثيين فرضا، ومع ذلك لم ينفذ الحوثيين ولم كالاتفاقية الشهيرة والمعروفة اتفاقية السلم والشراكة. أعتقد أن هذه التجربة من السنوات الطويلة من خلال التعنت الحوثي والتلاعب الحوثي كانت كافية لأن تدرك الحكومة الشرعية بأن الاستمرار في يعني في عدم الذهاب إلى حسم المعركة، أعتقد أن هذا سيضعف دور يضعف موقف الحكومة الشرعية أمام العالم ثم سيضعف موقفها أمام أنصار. طب لقاءات الأردن وفق ما ينشر عن نتائج هذه اللقاءات، لا أحد يجعلك متفائل ربما بحدوث اختراق في هذا الملف؟ طبعا بالنسبة لملف الأسرى كنا قد تحدثنا سابقا أنه ربما هو الملف الوحيد الذي حصل فيه اتفاقية واضحة في ستوكهولم ولم يحصل فيه شيء من يعني تلاعب واضح، يعني رفعت الأطراف قوائمها وتم الاتفاق على مرحلة محددة لمراجعة هذه القوائم والاتفاق مع الصليب الأحمر على أن يتولى، يعني كان هناك نقاط واضحة في الاتفاق. فقد ما كنا نطرحه ونعيد طرحه الآن أنه هل الميليشيا الحوثية جادة في الذهاب إلى هذا الاتفاق بشكل حقيقي، خاصة أنه تقريبا اليوم أو أمس رئيس اللجنة الحكومية الهيج يعني تحدث عن تعنت حوثي واضح في بعض الأسماء وفي عدم الإجابة على معلومات تتعلق ببعض الأسماء الموجودة خاصة بعض السياسيين الكبار، يعني الحوثيين سربوا قبل يومين وثيقة تتعلق بالسياسي محمد قحطان على سبيل المثال لأن هناك أمر إفراج، ثم ظهر أن الموضوع لا يتعلق بقضية واحدة وأن هناك عشرات القضايا التي لفقها الحوثيين لهذه الشخصية السياسية. هذا كنموذج واحد يعني لشخص معروف، فكيف بالتعامل مع الأسرى من الأسرى الآخرين الذين ربما لا بواكي لهم ولا أحزاب تدافع عنهم ولا تيارات سياسية تبعث عنهم؟ يعني نحن أمام يعني قضية مؤلمة جدا، خاصة قضية الأسرى. إذا ما وصلنا إلى اختراق حقيقي، إلى اتفاق حقيقي وتبادل حقيقي لهذا الموضوع الأسرى، فنحن نعتبر تقدمنا إلى حد ما في هذه المشاورات. الحوثيين لهم يعني، وهذا ما يمكن يعني يدركوه تماما، هم يستفيدون جدا من قضية تبادل الأسرى، وربما قد تكون استفادتهم أكثر مما تستفيد الحكومة الشرعية باعتبارهم محتاجين ل يعني مقاتلين في الميدان، وقد جيشوا وحصل تجيش في كثير من المدارس والجامعات وغيرها، ومع ذلك لم يحصلوا على ما حصلوا عليه، خاصة أنه كانت في منطقة الساحل الغربي تحديدا. الحوثيين كنا نتوقع أنهم سيكونوا أكثر جدية في ملف الأسرى، لكن يبدو أن الموضوع ما زال في إطار التلاعبات المعروفة عن هذه الجماعة. وأنا أعيد وأكرر أنه الغريب فعلا أن يتجه الحوثيين إلى اتفاق
أو أن ينفذ اتفاق، وليس الغريب أن لا ينفذه. طيب نرحب بضيفنا من عمان أيضا المحلل السياسي عبد الناصر المودع. أهلا بك عبد الناصر. أهلا بكم. أستاذ عبد الناصر، كيف تتابع لقاءات عمان وإلى أي حد أنت متفائل بها؟ مساء الخير وتحية لك ولضيفك. يبدو المسألة معقدة ولا زالت حتى الآن الأمور تسير في نفس نقطة الصفر تقريبا. لا زال هناك خلاف واسع حول القوائم، حول القوائم التي قدمها كل طرف وحول القوائم التي اعترف بها كل طرف، بمعنى لا زال هناك فجوة واسعة بين مطالب كل طرف تجاه الطرف الآخر، ولا يمكن توقع بأن هذه الفجوة ستسد. تعرف أخي العزيز مسألة تبادل الأسرى في فترة حرب تكون مسألة صعبة جدا، لأنه هناك عدم وجود أرضية للسلام. البعض يدرك أو كل طرف يدرك بأنه خاصة الحكومة تدرك بأن الأسرى الحوثيين هم مقاتلين، وبالتالي حينما تفرج عنهم هي بتضخ للجبهة، بعد فترة سيعودوا إلى الجبهة جزء منهم أو غالبية منهم. إضافة لذلك أن هناك مشاكل فنية موضوعية عندما تطالب ببعض الناس وأنت تعتقد بأنهم موجودين لدى الطرف الآخر بينما يكونوا ضمن القتلى. فكل هذه الأمور وهذه التعقيدات تشير إلى أن هذا الملف مثل الملفات الأخرى يعاني من مراوحة مكانه. ليس هناك من توقع بأن يحدث اختراق. طيب أستاذ عبد الناصر، إذا كانت الميليشيا هي بحاجة لهؤلاء الأسرى لأنهم مقاتلين لتعزيز جبهاتها في ظل النقص الموجود في هذه الجبهات، لماذا هذا التعنت والتعقيد من قبلها إذا كان في صالح؟ يعني هم بيتهموا الطرف الثاني بأنه المتعنت، لكن أنا أقول أنه بيتهموا أن الحكومة أعطتهم أسماء كثيرة لناس لوحدين، وأعطتهم أيضا لناس قد قتلوا أو أنهم غير موجودين لديها أو أنه قد تم الإفراج عنهم، بينما يعني هم محتاجين، ولكنهم هم يريدوا أن يقايضوا ما لديهم من أسرى وتحديدا الأسرى السعوديين والقادة السياسيين والعسكريين الكبار، يريدوا أن يقايضوهم بأن يتم الإفراج عن جميع من بيعتقدوا بأنهم أسرى لدى الطرف الآخر، بينما الحكومة وممثل الحكومة اعترفوا فقط ب700، بينما الحوثيين في البداية طالبوا ب7000، بمعنى أن هناك أنما أقرت به الحكومة 10% فقط مما طالبوا فيه. فالمسألة أنه هناك فجوة واسعة، يعني طرف الحكومة بيتهمهم بأنهم تعمدوا وضع الأسماء الوهمية لغرض بسوء نية، لأنهم بهذه الحالة متعمدين أن يفشلوا المفاوضات. ويعني المسائل هذه لم يكن هناك حسن نوايا لا يمكن أن تحل، لأن كل ادعاء لا تستطيع أن تبرهن على أن الطرف الآخر صادق فيما يدعيه، وتظل المسألة حالة من دائرة مفرغة، كل طرف لديه ملاحظات عن الطرف الآخر ولديه والملاحظات تجر إلى ملاحظات وهكذا. يعني الآن إحنا في الجولة الآن التي تعتبر الثالثة أو الرابعة إذا أخذنا الجولات التي تمت قبل اتفاق السويد وبعده، لكن لا زالت الأمور هي تدور في هذه الحالة. هذا الطرف يقدم قوائم، هذا الطرف يرد عليه، هذا الطرف يقدم ملاحظات والآخر يرد عليه بملاحظات وهكذا. كان هناك حديث عن تبادل جزئي بحيث يتم الإفراج. أستاذ عبد الناصر، سأعود لك للحديث في هذه النقطة، ما الهدف من طرح هذه النقطة فكرة تجزئة اتفاق التبادل؟ لكن أعود مرة أخرى لضيف من الرياض محمد المهدي ومن ثم نعود للنقاش فيها. أستاذ محمد، بالنسبة لك كيف يبدو مستقبل اتفاق ستوكهولم في ظل تعثر اتفاق تبادل الأسرى؟ أخي الكريم، طبعا يعني خلال قراءة بسيطة لاتفاقات سابقة على مستوى تاريخ هذه الحركة الحوثية، مستوى تاريخ الملف اليمني بشكل عام، وأيضا قراءة بسيطة لما جرى في اتفاقية ستوكهولم، أنا أعتقد أن اتفاقية ستوكهولم تتجه نحو يعني أشبه
بالانهيار الحقيقي لهذه الاتفاقية، لأنها في الحقيقة أولا كان هناك يعني نقاط فيها غير واضحة بالنسبة ل يعني بعض المصطلحات التي ذكرت كنقطة تحديدا السلطة المحلية، الحوثيين يتحدثون عن السلطة المحلية التي يحكمونها والشرعية تقصد السلطة المحلية التي تديرها الحكومة الشرعية. يعني كثير من النقاط المتعلقة بهذا الملف، وبغض النظر عن النقاط يعني ما تم الاتفاق عليه مع عتب كبير جدا على أن الحكومة ذهبت إلى هذا الاتفاق تحديدا من قبل كثير من أنصار الحكومة الشرعية، إلا أنه لا أعتقد من خلال التجارب السابقة أن الحوثيين سيطبقوا هذا الاتفاق. وأنت تعرف تماما أنه حصلت أكثر من حادثة خلال هذه أكثر يعني أعداد الخروقات، يعني تحولت القنوات الفضائية إلى حاسبا لعدد الخروقات التي ترتكبها الميليشيا الحوثية. أيضا بالمقابل يعني الخلاف الموجود بين المبعوث الدولي وبين رئيس المراقبين السابق، يعني تعرض رئيس المراقبين أيضا لمحاولة اغتيال، كل هذه أنا أعتقد أسباب يعني حادثة العند. أيضا لا ننسى الحادثة الأليمة والكبرى التي ارتكبها الحوثيين، كانت هي أنا أعتقد أنها يعني المحور الحقيقي لانهيار هذا الاتفاق. فأعتقد أنه من خلال القراءة البسيطة لهذه الأحداث بشكل عام أن اتفاقية السويد تذهب إلى انهيار، خاصة أن الطرف الميليشياوي غير جاد، وبالمقابل المجتمع الدولي غير جاد في إدانة هذه الخروقات. أنا كنا قبل تقريبا شهر ونصف التقينا هنا بالمبعوث الدولي مارتن جريفيث وتحدثنا معه عن قضية هذه الخروقات المستمرة من قبل الميليشيات الحوثية، وطالبناه بإدانة الطرف الحوثي، فقال بالحرف الواحد أنا ليس عملي أن أدين هذا الطرف أو ذاك. يعني المجتمع الدولي يتعالى على أن يدين هذا التعنت الحوثي وهذا التلاعب وهذا فإذا كان مجرد الإدانة غير موجودة من المجتمع الدولي، كيف سنقبل، كيف سينفذ هذا الاتفاق؟ أشكرك جزيلا أستاذ محمد المهدي من الرياض. أعود لضيفي من عمان أستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، برأيك هل الأمور ذاهبة الآن فيما يخص ملف تبادل الأسرى إلى تجزئة اتفاق التبادل، وما الهدف من طرح هذه الفكرة برأيك؟ ليس الحكومة رفضت فكرة التجزئة، وقدمت مقترح مضاد، قدمت مقترح بأن كل طرف يفرج عن الأعداد التي اعترف بها، ومن ثم يتم بحث القضايا الأشخاص الآخرين في مرحلة لاحقة. لكن الحوثيين رفضوا هذا المقترح، وعندما قدم الحوثيين مقترح بالإفراج عن عدد محدود 200 من كل طرف أيضا رفضه الوفد الحكومي، وبالتالي الفكرة تجزئة القضية أيضا فشلت حتى الآن. هناك الآن حديث يدور حول الاجتماع لجنة الجثامين، وهذه ربما في هذا الجانب يحرز تقدم، بحيث هناك تفاهمات مبدئية على أن كل طرف يفرج عن جميع الجثامين الذي لديه دون أيضا تحديد هوياتهم لصعوبة هذا العمل الآن، خاصة وأنه ليس هناك حرص من الطرفين. أقصد أنه ليس هذه موضوع ليس ذات أهمية، إفراج عن جثامين ليس مهم، على عكس قضية الأسرى الذي يدخل في البعد السياسي البعد العسكري وأكثر من بعد. طيب بس ممكن قضية الجثامين أنه تسقط أسماء من الكشوفات التي قدمتها الأطراف، خصوصا أن البعض يتحدث أنه من ضمن الذين قدموا في كشف الأسرى أنهم منهم أصبحوا قتلى. يعني هناك تم إسقاط تم إنقاص القائمتين في البداية كانت تصل إلى حدود 16,000 اسم من الطرفين، الآن الحديث يتم حول 8,000 إلى 9,000 بين الطرفين، بمعنى أنه قد تم حذف أسماء مكررة، والبعض الذي قد تأكد بأنه قد أفرج عنهم، والبعض الذي تأكد بأنهم من القتلى وغيرها. لكن تظل أنه لا زال هناك فجوة واسعة، لا أعتقد بأن المباحثات الحالية قادرة على أن تسد هذه الفجوة،
وربما حتى المباحثات القادمه. يعني العمليه يعني كل الملف اليمني مشكلة الصراع أنه لا زال صراع قائم وليس صراع قد انتهى، وبالتالي أنت بتحاول تحل كحالة من نتائج حرب، لكن أنت الآن في وسط صراع. كثير من القضايا حتظل شائكة، سوء نقول عدم الثقة بين الطرفين مستمرة، وهذا أمر طبيعي. يعني المتقاتلين لو كان هناك ثقة ما كان في قتال. شكرا جزيلا لك عبد الناصر المدعى الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. وأيضا الشكر موصول لضيفنا في هذه الحلقة الإعلام محمد المهدي من الرياض. في ختام الحلقة تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم الزميل عبد الرقيب الأباراقي. أمان الله.